توضأ من لحوم الإبل، أبتوضأ يا رسول الله سمعا وطاعة سواء علم عقل الحكمة أو ما علم؟ مجرد أنك قلته يا رسول الله فأنا أقول سمعا وطاعة لعلمي بأنك ما تقول شيء إلا وله حكمة، وليس من شرط تطبيق قولك أن أعلم الحكمة، علمتها ما علمتها أنا سأطبق لأنه أمرك. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لما يا عائشة؟ لما يا عائشة؟ سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع أن لها علة لكن أرادت أن تربيها أن العلة الأصلية التي تجعل المسلم يمتثل الحكم هي أمر الله ورسوله. إن عرفت بعد ذلك الحكمة الثانوية نور على نور، لكن إذا ما عرفت الحكمة الثانوية فإياك أن تجعل جهل عقلك بالحكمة الفرعية مؤثرا في تطبيق الحكم. والله يا أخي في ناس قليلين أدب على الأدلة، والله قليلين أدب على الأدلة. وش يقصد رسول الله؟ ولماذا قال ذلك؟ ولماذا؟ وما الحكمة التي إيش دخلك أنت؟ الحكمة هي أنه أمر الله ورسوله، أو ما يكفيك هذا؟ فبعض الناس يعطل العمل بأصل الحكم لأن عقله، أخو عمجي عقله ما عرف الحكمة، وش عقلك عاد عشان تجعله فيصلا بين ما يعمل به وما يبقى. احترم الأدلة، احترم الشرع، احترام الشرع أن تقول سمعنا وأطعنا.